يتم صباغة هذه القطع المعدنية بهذا الحوض كما ترون أمامكم بتغطيسها. بهذه الأداة المميزة يتم تكسير بلاط الشوارع، وهنا لنتابع بهذه الماكينة كيف يتم كبس هذه القطع المعدنية. عملية الخراطة هنا مميزة جدا، لنتابع كيف تعمل. هذه الماكينة رائعة في سحب كمية كبيرة من الكرتون كما تشاهدون. هكذا يتم صباغة السيارات كما ترون أمامكم. يبدو أنها طريقة مثالية لإعادة لف هذا السلك المعدني. هكذا يتم لحام شباك المراوح. عملية وضع أسلاك المونيتور تبدو معقدة لكنها سهلة بهذه الماكينة القوية. لنشاهد معا كيف يتم تصنيعها. يستمتع هؤلاء العمال للغاية بنقل هذه الألواح من الإسمنت كما ترون، يبدو أنها غير ثقيلة أبدا. عملية تشخيص الحائط ستكون أسهل مع هذه الأداة. تبدو حيلة رائعة جدا لاستخراج أخشاب عالقة من الحائط. بعد خراطة هذه القطعة تابعوا كيف تحول شكلها. باستخدام هذه الأداة يتم سحب هذا السيخ لإغلاق القضبان. يتم هنا جلب هذه القطعة من الألمنيوم لتعدينها بواسطة المكبس. ركزوا على عملية تسنين هذا الترس كيف تتم بواسطة آلة الخراطة القوية هذه، ولنتابع أيضا كيف سيتم تسنين رأس هذا المثقاب بهذه الطريقة الإبداعية. طريقة مثالية للف هذه الأسلاك المعدنية بكل قوة. بواسطة المشرط المعدني يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم إزالة بواقي الرغوة. هذا الشنيور القوي تابعوا كيف يتم به الحفر في الحائط لتمديد شبكات المياه. سحب هذا النابض الملتهب سيحوله إلى سيخ معدني. يتم سحب الجلد بهذه الأداة ليتحول إلى خيط جلدي. لنركز على هذا المكبس الخاص بمواد التجميل كيف يعمل. آلة الكبس هذه تقوم بطي هذا الجلد بهذه الطريقة الرائعة. يتم إنزال كمية كبيرة من هذه الأكياس بهذا الشكل في الشاحنة، وهنا لنتابع آلة التدمير كيف تقوم بهدم هذا المنسل. وهذا الرجل هنا يقوم بصناعة قطعة فنية خشبية رائعة جدا.
لنستمتع أيضا ببعض الفيديوهات لعمال مذهلين جدا. طباعة شعار الشركة سهل جدا كما ترون. أداة الخراطة هذه تقوم بعملية تسنين هذا الترس الصغير كما تشاهدون. هذه الآلة هنا يتم وضعها لكبس الأغطية على زجاجات كما تشاهدون. هكذا يتم خراطة هذه القطعة المعدنية بشكل رائع من الداخل، وهنا يتم رسم أسنان البرغي على هذا القضيب المعدني. هكذا يتم صف الصحون البلاستيكية لتعبئة الوجبات. تقوم هذه الآلة القوية بلف هذه القطع المعدنية كالأساور. تمر هذه الآلة عدة مرات لعملية خراطة لهذا الجزء كما ترون. وهنا لنتابع هذه الآلة الرائعة وكيف تجر الطعام لهذه الحيوانات. كل كيس إسمنت يخرج بواسطة الناقل، يتم أخذه بالرافعة لصفه بمكانه. لنتابع هذه الآلة التي تقوم بقص هذه القطع المعدنية إلى دوائر اسطوانية صغيرة. عملية الخراطة والحفر على الخشب، تابعوا كيف تتم بشكل رائع. تابعوا آلة التدمير وقوتها. هكذا يتم صناعة النوابض المعدنية. هكذا يتم لحام الأسلاك ببعضها البعض كما ترون. لنشاهد قوة هذا المكبس الهيدروليكي الرائع. لنشاهد ولنستمتع بعض الفيديوهات الرائعة والمميزة لهذه المكابس الهيدروليكية. لنتابع آلة توزيع المسامير هذه كيف تعمل. المصابيح الزجاجية الملتوية هكذا يتم عملها. لنستمتع هنا بفن الحفر والتقطيع بواسطة المنشار لهذه القطعة الخشبية وكيف ستتحول إلى قطعة فنية جميلة جدا. هكذا يتم استخراج الأسلاك النحاسية من هذا المونيتور الصغير. يتم تحمية سن هذه السكين العملاقة وتبريده في المياه بسرعة. لنشاهد قوة هذه الفتاة وكيف تقوم بتعدين هذه القطعة المعدنية الملتهبة. كل عربة تمر يتم ملؤها بالفحم الحجري بهذا الشكل المنظم. ما رأيكم بعملية صناعة السماعات؟ من الرائع جدا مشاهدة هذه الأسياخ المعدنية وهي تبرد. هذا العامل مميز بما فيه الكفاية لوضع القطع بسرعة على المكبس. ما رأيكم بهذه القطع التي تخرجها هذه الأداة كما ترون؟
هنا عملية إغلاق هذه المسامات وإلصاق هذه الأنابيب ببعضها البعض. ما رأيكم بطريقة النحت المميزة والرائعة للغاية هذه؟ شاهدوا كيف يتم صناعة الفخار، ولنتابع أيضا بعض الأعمال المميزة والإبداعية وبعض الأدوات الاستثنائية أيضا. هذا المكبس الرائع الخاص بعملية التقطيع مذهل حقا. والآن نترككم مع بعض الفيديوهات بأشخاص وآلات بمهارات رائعة جدا. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مشاهدة طيبة نتمناها لكم.